لسه مكملين كلامنا معاكم عن الان لاين سبيد سكيت، ومعايا دلوقتي محمد هاني. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. محمد انت بقالك 9 سنين بتلعب سبيد صح؟ اه. قول لي الموضوع ابتدى معاك ازاي، وتسع سنين كملت في السبيد، وهل البدايه كانت سبيد برضو؟ البدايه كانت سبيد. انا كنت بشوف ناس بتتمرن هنا في النادي، بعد كده عجبتني اللعبه اشتريت سكيت وبدات اتمرن معاهم. في الاول كنت في المدارس، بعد كده كنت ماشي كويس مرحله في مرحله، بدات دخلت الفريق، بعد كده وصلت بقى ان انا بقيت لعيب بروفيشنال دلوقتي ودخلت بطولات. الاول دلوقتي انا اول جمهوريه تحت 17 سنه. ما شاء الله، اول جمهوريه تحت 17 سنه، واكيد ده بمجهود برضو، ده ما جاش كده من الهوا يعني. كلمني بتتمرنوا ازاي، بيبقى تمرينكم عباره عن ايه؟ يعني في تمارين بتبقى فيتنس، في تمارين بتبقى بالسكيت تكنيك بقى، وفي تمارين بقى بنتمرن فيها على الستارتات والفينش والحاجات اللي هي المهارات يعني بتاعت اللعبه وكده. من اصعب المنافسات ايه، او البطولات اللي بتبقى جوه مصر هنا؟ انا اصعب حاجه لعبتها كانت ال 500 وال 1000. 500 متر و1000 متر. عملت فيهم تايم قد ايه؟ لا انا مش فاكر تايم. المفروض الافرج الواحد يعمله ايه؟ يعني بالتارجت دايما ايه؟ ال 200 متر انا سكوري في ال 200 متر 20 ثانيه. 20 ثانيه. تمام. في ال 100 متر 10. هي بتبقى بالريت ده. هي كل 100 متر تقريبا 10 ثواني. قول لي بقى بتوفق ازاي ما بين التمرين والدراسه والحاجات كلها؟ يعني انا المفروض الواجبات بيبقى كل يوم عندي واجبات ومذاكره وكده، بروح البيت بخلص الحاجه اللي ورايا، بعد كده بفضي نفسي للتمرين. لو ما خلصتش الحاجات بتاعت المدرسه باجي التمرين، وبعد ما اخلص التمرين بروح اخلص واجباتي والحاجات اللي ورايا. بس بعرف انظم وقتي يعني. ايه العائد الايجابي اللي رجع عليك يعني لما لعبت اللعبه دي؟ حسيت بايه اللي فرق معاك؟ فرق في حاجات كتير. يعني احنا بنتكلم عشان الناس اللي بتشوفنا وحابين يلعبوا الرياضه دي يبقوا عارفين ايه اللي ممكن يعود عليهم ايجابيا على صحتهم على تفكيرهم. اللعبه ممتعه جدا وحلوه جدا، وبطولاتها كتير، وهي حاجه ممتعه، اللعبه ممتعه يعني ومسليه. تمام محمد، يعني جود لك ان شاء الله على طول، وتبقى اول كمان بعد ال 17. يعني انت دلوقتي اول تحت ال 17، فوق ال 17 تبقى اول برضه. ميرسي يا محمد، نورتني.